ليمونادة يا ميكي؟ بطوط؟ أكيد. يا ميني، الليمونادة، البالونات، الموسيقى، أنت تقيمين أفضل حفلات البيتزا المثالية. ياه، شكراً يا ديدي. هي البيتزا بالجبن والبيبروني والخضروات. ماذا هذا؟ أوه، لقد اختلطت المكونات كلها. لا حفلة بيتزا مثالي بدون بيتزا مثالية. ها، من أين نأتي بثلاث بيتزات وبسرعة؟ أوه، أنا أعرف أين. أرض اللغز. أصدقائي طهات البيتزا سنجب وسنجوب يصنعان أفضل بيتزا. ربما يمكننا إنقاذ حفلي. التوفيق. عذرا، لابد أنكما سنجب جبن وسنجوب بيبروني. هذا صحيح، إنه بسمانة. أريد طلب ثلاث بيتزات رجاء لحفل البيتزا المثالية بالجبن وبالبيبروني وبالخضار. لا يمكننا صنع المزيد حتى نوصل هذه. هذا سيستغرق أطارة. ربما يمكننا المساعدة في توصيل البيتزا، وأنتم ابقيا هنا واصنع البيتزا لنا. سيكون هذا رائعاً. هيا بنا نحمل كل البيتزا. هيا بنا. من هنا؟ البيتزا قد وصلت. عظيم، حفلي مثالي الآن. بيتزا بيتزا. توصيل البيتزا. أهلا دونجول العظيم، لقد أحضرنا البيتزا لك. شكرا يا عزيزتي. المكونات اختلطت، الآن حفلي ليس مثاليا. يا خبر، نفس الشيء للبيتزا خاصتي. يا ميني، لم أعتقد قط أن اختلاط مكونات البيتزا كان سيئاً. ربما الأستاذ العظيم سيجرب قضمة؟ هذه أفضل بيتزا. البيتزا لذيذة. سوف نستمتع جميعاً بحفل البيتزا الشبه المثالي الآن. أهلا جميعا، اليوم لدينا مفاجأة مميزة لصديقنا سعيد. نزهة، أحضرت سلة طعام لذيذ لنأكله. أحضرت ملاءة نزهة لنجلس عليها. أحضرت مظلة كبيرة كي تحمينا وتريحنا أثناء النزهة. آسف مطوب، يبدو أن المظلة انفتحت دون قصد. واو، انظروا لهذه الأشياء. نريد شكرك على كونك صديقاً جيداً بترتيب نزهة مفاجئة. نزهة؟ أوه، هذا يبدو رائعاً. ما معنى نزهة؟ لم تذهب في نزهة من قبل؟ لا أعتقد هذا، أهي شيء نفعله أم نأكله؟ إنها الاثنان. النزهة هي الخروج مع الأصدقاء والأسرة، حيث نذهب لمكان لطيف ونحضر طعاماً لذيذاً ونقضي اليوم في الاستمتاع. هيا بنا. واو، هذه نزهة عظيمة. وكانت حقاً فكرة رائعة أن نقيم النزهة هنا في غابة نيل المرح. أنتم أفضل الأصدقاء حقاً. اشتركوا لتجدوا فيديوهات أكثر، وتابعوا ديزني جونيور لمشاهدة عروضكم المفضلة.